عبو الكحل يا فقيقة يا 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 حصلتك 26 كيلومتر اللي دي مشات يا إلهي يا إلهي يا إلهي نعم يا سادة يا مشاهدينا يا كرام، إنها الدراجة الهوائية تقصر المسافات، تقصر المسافات الطوال، وكذلك يا مشاهدينا يا كرام، إنها تقصر المسافة من الدنيا إلى الآخرة. أعيدها ثانية، إنها الدراجة العادية تقصر المسافات الطوال، وحقا ونيت تقصر المسافة من الدنيا إلى الآخرة. داغي تصبح مع من ربك وما دينك وماذا كنت تقول في الرجل الذي بغيت فيكم. الجزائر عن اليمين، الجزائر عن الشمال. شوفي وصلت بالبيكالا وبالبشكليط وابن عمي وبالبشكليط وغير القلب كما قالوا خوتنا الجزائريين، ضربة القلب. نعم القلب، القلب خص القلب يكون صحيح يكون مليح. والآن مشاهدينا، أولا وقبل كل شيء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة، تحية ممتلئة بالأذكار والاستغفار، فمرحبا بكم على هذا النقل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتباه، خطر، فيضانات، يا جدع. وش دا 343 كيلومتر وباقي ليا وش ذلك ما يقارب 1000 كيلومتر. هي بقى 343 وانا كنقول بقى اكثر من 1000 كيلومتر، وراه هذا همشي الريش واسيدي. اليوم ان شاء الله بما ارتحت مزيان في جيج، منطقة الخيرات، في جيج منطقة البركات، في جيج منطقة الأمن والأمان، في جيج منطقة كل شيء، فوق في جيج إن شاء الله. اليوم بحول الله هنمشي حتى الإيش، ثم سنواكب طريقنا في اتجاه شو سميته صاحبي بن سعد، مين صاحبي بن سعد، واد عبو الكحل. انا قربت الجامعة عبو الكحل، انا ضربت 30 كيلومتر. ها بالضحك، الله، هو الممشى ولا كلاص اللي عطاني سيدي عزيز، مشى وسخن، لا باقي ما سخنش. شو سميتها المنطقة التي ينحدر منها خويا بن سعد؟ ينطلبوا يا خوتي ربي يسقب يمنا، ياه الله الله الله. شو سميتها صاحبي؟ باش كنوصلوا ل ايش الزهايمر، كان صراحة ولات تسخوني الذاكرة. شبعت تبارك الله، شبعت تبارك الله، اللهم بارك. هاي سميتها نقولها لكم، باش شدوا الطريق ديال وجدة، كنوصلوا لهذ المدينة. ها هي، يا مخبعة، ها هي مخبعة، نحصلوها. الله يا بابك حتى نجبدك بو عرفة. ها هي، شو ها هي بو عرفة، هنوصلوا لبو عرفة. ها هي القرعة، ها هي القرعة، اطلع يا شو باغي طيح، باغي تنتحري، اجي لهنا يلاه اجي نقدم القرعة. طاش حصلتي صح، اللايف في اليد عندك، تقطع اللايف. لق واش ما نحطوهش هنا تنشربو؟ سير، واش ما تطلقش جوج يدين وديها تحت صباطك وتفتح على خاطرك؟ سير ابليكالتي، ايوا جيد، انها تقصر المسافات. عندك يا حبيبتي تديني ليه، فباقي شويه بسم الله. الحمد لله. ها عبو بن، عبو الكحل،
برد برد. الله. يا دخلي بلاصتك وحفصة زير لي من ديالك دخلي القاعة. الله يهديك جيد مارنا ذاك اللايف نشوفو لنا جيد. ها الجزائر كتبقى مور هاد الجبل هذا والجزائر كتبقى مور هاد الجبل هذا. عاني اليميني وعاني الشمال يا فيقيك يا سبيل. الجزائر مدفونة واي 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 واي. وإلا خفات عليكم يا كرام رب منطقة العرجة معروفة. هو الجمل هو الجمل يا جمل كتسمعني ياك هو الحبيب جمل 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 يا جمل يا جمل كتسمع شي هو الزين كما كيديروا وا الزين ما كنعرفش وا الزين. هاي حس غبرة ها واحد الكحلة أطحان وكحلة هانا هانا لمك وصلت حتى الفيكي وشوفي هاكي شامون بوتي شامون عين بني مطهر عين بني مطهر. اليوم ان شاء الله غنواكبوا السير ديالنا في الطريق ديال عين بني مطهر. غندخلوا ان شاء الله لجامعه ايشت ايش ماشي ايشت بلاتا غير الهمزه واليا والشين ايش وجدة 341 كيلومتر هي وجداية. والله مو هذا منكر وفيها تعيد. اسير شوف حالتك اسير شوف حالتك وهذا راه دار الدنيا بركلة هذا وهذا ما جايب اخبار وشوف راسك وانت طرطاق راه تبعت يا شي عقيت بوشالك في راسك. سير سير مشى العيد العيد كان وكان الحمد لله. لا انا عائلتي الحمد لله الحمد لله كاين الخير كاين شي تقريب ولكن باقي الخير الحمد لله هذا حق نقوله الحمد لله. باقي كنتجمعوا كامل العائله كامله كتجمع فهمتوا والله الذي لا رب سواه. كاين شي تقريب ولكن الحمد لله باقا العائله تبارك الله عام بكره ابيها كتجمع فهمتيني. شوف راسك ما تبعش ابو حفصه الحمد لله. انا والله العظيم عندي واحد صاحبي قبل العيد بنهار كيخرج كيعمل الرحله قبل العيد في النهار. والله العظيم عندي واحد صاحبي والله الذي لا رب سواه كيمشي كيعيد في هذا القنار. ها ابو الكحل هاي يلا ابو حفصه سير ب 80 الله ابو الكحل انا جيت وازين وازين زيد دخل زيد يا سيدي. اه ها لذيذ جميل الحدود شو الحدود 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 في الاتجاه على اليمين وعلى الشمال. ها عبو الكحلية هذه يعني واحد الجماعة صغيرة وزوينة. هاي موقع دو أهمية البلوجية والإيكولوجية جيل كورو كورو جبل كورو جبل كورو والله ما نعرف صح ولي إيش. يلا أحبابي نشوفوا إيش مش دوت على البو عرفه بو عرفه بقى غير 79 كيلومتر وهنصلخك هنصلخك وابو عرفه هذا راه مره مسمك هذا هاي 30 كيلومتر فيك هاي
ضربنا 30 كيلومتر باطل باطل بلا مازوت لا ليسانس 30 كيلو في جيج في جيج يا جميل. ها واحد الغنيمه سيدي الغزال سيدي سفيان بغى يعطيني واحد التمروير قلت له لا والو تقل الله يرحم والدي. ها الغنائم ها الزيره الشا ها ابو الخال هذه القياده ديال ابو الخال ها هي انا جماعه ابو الخال انا راه الجماعه لا موسكي ياه الله الا لا موسكي اشنو اجي اجي يا صاحبتي وحده داها لي الواد يا ونسيه هي لا امور هذه الله اول وقفه والله يشهد ملي انطلقت من المحل ديال سيدي الغالي عزيز اول وقفه هي هذه والله تعال حياتك جديد من البيضاء يعني كما قالوا عطب غير ارادي يلا ايوه ايوه انده ايوه ايوه انده ايوه انده ايوه وندخلوا شويه رافقنا وهذه مالك ايوا دايزين دايزين صاحبي ايه ابو حفصه وانت جيتي باطل ها باطل والله انا شنو ذاك الاثار اللي مكتوب تما نمشيو نصبروه ومين هنطلع ها لا هاسي بحالنا صافي هاسي هاد المعلمة مكتوبة فيها شي حاجة نقرا لكم هاسي بحالنا والله الجمال عبو الكل الله يلا بحالنا يلا بحالنا هرب 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 حنا هرب 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 باش يدنا شي واحد من الاصدقاء هنا عاوتاني والعيد راه قرب ايوا 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 هرب 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 اهرب ايوا الله يلا عبو الكحل بسلامة عليك الحبيبة مرة اخرى ان شاء الله اذا كان في العمر باقية يلا والولاد والحباب والصحاب يا الله نمشيو نشوفو عبو الكحال ونجيو والحباب الحباب وطبرس الطاب شداتك النهجة ولا هذاك هو الله يلا على شدتني النهجة مزير لي منها هيوا انا مزير الله ها هي العقبة جيتي في الباب ايوا نسيتيها اللي كنتي هوت كتزمط كنتي ناشط ايوا ماشي مشكل ماشي مشكل الصاحب الله ايه هي في جيج يا في جيج في جيج بسلامة عبو الحياة يلا مرة اخرى ان شاء الله يلا وجدة 339 كيلومتر بدات كطيح راس عبو الكحل الطريق الوطنية رقم 17 مركز عبو الكحل هنا كينتهي السلام عليك يلا ابو حفص عمر عمر العقبه عمار زعما عندي البيغلي
خور 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 ورا البيانشية ديا وركب عليها عمر أبو حفص العلي. الله أكبر. لو الوان طيح هذا بلاطو جيد. بو عرفة 77 كيلومتر. في جيج 32 كيلومتر شاهد. شوفوا الله في السابق فوقاش كانت الانطلاقة. الله الله يا إلهي. الله 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 الطحان الله الله ربي موجودة. الله 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 والشمس والحمان عليا. الله 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 أصدقاء ديالي دعيوا ليا. الله الله والشمس والحمان عليا. الله 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 والعجاج عمى عينيا. الله 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 واصحابي يدعوا لي. لا تتركوا هاتفكم يقودكم الى الهلاك. واي 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 اول مره انقهد. الله يا 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 وجده 337 والله العظيم شو وبلاكه هذه. والله الا عندك الحق. لا كيفاش لا لا تتركوا هاتفكم يقودكم الى اي 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 كنتمنى شي نهار نلقى شي بلاطه فيها شي ايه قرانيه. باقي ما لقيتهاش مثلا. ولا تقتلوا انفسكم ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه. كنتمنى هاد الايه نلقاها شي نهار في شي بلاكه. الواقع ديالنا هو القران الكريم وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. كذب عليك كذب. راه هاد البشر ما كيردعوها كلام ربي وكلام النبي. صيي الله بو عرفة 75 كيلومتر. سبحان الله العظيم كنشوف هاد الناس هاد الرعاة هاد الرحال اللي كنا ساكنين في خلا. هنا كنتذكر
بالخصوص انا ملي كتبقى لي كيبقى لي شي مشكل في حياتي كنقول بصاب كنت كنسكنها في الخلا يا ربي نسكنها في الخلا ولا عيشه القهره هي هادي شوف صافي بهاد الناس على حاجه كيعيشوا شوف شوف شو شوفي ساكنين ما يصدعكش جاك بالسوق ما تسمع لا الدقان ديال المسمار في الحيط هاني المعاصم ولكن فوقاش تعرف الحق في هذه الحياه كيف ما قلنا اي واحد كيطيح في شي مشكل في حياته وبالخصوص كيكون عايش في شي حضر مداري في مدار شوف 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 حطيتي الماء تلقاها حطيتي الخبز تلقاها هانت شوف هلا المدينه فيها النفاق والشقاق والبغض والحسد وهذا كيبان على هذا هادشي اللي كاين بقيت تقولوا لي عاوتاني كذا ولا كذا هادشي اللي كاين ها ديالو يمشي يزقل المويا ديالو وليداتو قدامه وعايش واحد الصديق ديالي تلاقى بيا فيه تلاقى معاه في الجماعه المباركه السينت الاب ديالو هاد مات مؤخرا بوه عاش 130 سنه كان عايشه هيدا 130 عام كان كيعيشها بهذاك كيفاش كيقولوا لها بهذاك الطريقه داك الانتاج ديالو كيقولوها بواحد الطريقه الانتاج ديالو كيف ما كيقولوه انتاج محلي هذيك هو حفصه ايوا وهيداك الانتاج المحلي كان عايشها بهذاك الشيء ديالو كيزرعها باش ياكل ويعيش مولداتو والمدينه هادشي اللي فيها ها القبح وقلة الحياة والفسق والفجور والعصيان هادشي اللي كاين السرقة هادشي اللي كاين باش نكونوا واقعيين قليل ما هم أهل الصالح وأهل الخير قلالين قلال وخي ديالي الله يجعلنا منهم ولكن هي عرفتي راه زوينة باش تعيش أنت في واحد البيئة ديال الأشرار وتعايش معاهم وتجيب راسك الله الله والاهم شيء تبقى محتفظ على دينك الله كتعيش في وسط الفساق وفي وسط الفجار وتبقى محتفظ على دينك الله الاجر عندك مدوبل الله لكن اخوتي الله يفعل بنا خير راه انا بطل مجرب هاي الله يفعل الخير السفينه كتغرق نطلب الله تعالى تغرق بسلام وما نحضروش هذاك النهار الخايب ما نكونوا غايبين يا ربي يا ربي قضيه في خطر اخوتي واللي بغى يعرف هذه الحقيقه اللي كنقولها خاصك تدور المغرب كامل سمعني انا شكون السبب ديالي هذه الخرجه هذه شكون زادني عزيمه هو الحبس 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 راه مدرسه وشنو مدرسه كتقرا من هذوك السجناء السجناء ماشي بولاد السجين ايه هاد كي وبالخصوص الا طلقتي مع شي شخصيات ها كتستافد مزيان هادوك هما الاساسيات ديالي اللي قريت عليهم ضخمين منهم سيدي ياسين سيد الكنيه ديالو سيدي ياسين المسخر هذا بوليسي ممتاز كان كيحبني سيدي ياسين طلب الله تعالى يفرج عليه والاصدقاء ديالي اللي دازو معايا بالخصوص في الشامبري اللي كيخوش كيتصل ليا الله العظيم دابا هاد الايامات واحد صاحبي توفيق ولد مدينه اسفي